ثم أحبائي بالرجوع إلى الكلمة، إلى كلمة الله، محتاجين نرجع للرسالة الأصلية القديمة الحديثة، هو رسالة الخلاص. رسالة الخلاص هي عبارة عن يسوع تجسد، جاء إلى عالمنا، مش بس علم وصنع معجزات، مش بس إنه حياته خارقة بلا خطية، مش بس تمم النبوات، لكن المسيح حي. المسيح أحبائي مات على الصليب وقام من بين الأموات، وهو حي إلى أبد الأبدين، وأنه يعمل الآن من خلال الكنيسة، وأنه سيرجع ثانية إلى العالم ليأخذ الكنيسة. فإذا محتاجين نرجع للبيسكس، هاي الأساسات الإيمانية، هذه العقائد المسيحية اللي ابتدينا نقلل من أهميتها. الفداء بالدم، والخلاص بدم المسيح، والكفارة بدم المسيح، والقداسة والتقديس بدم المسيح، والتطهير بدم المسيح، وإنه بدون سفك دم لا تحصل المغفرة للخطايا. هذا هو أساس رسالتنا، رسالة الخلاص. هذا هو الإنجيل اللي بنادي فيه، الذي به أيضا تخلصون، إنه فعلا المسيح مات حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. هاي هي الرسالة أحبائي اللي احنا بننادي فيها، وما زلنا ننادي أيضاً.